إذا بالفعل تتوقع مصالح الأرصاد الجوية إن شاء الله يوم الاثنين تغيير في حالة الطقس على المناطق الغربية والوسطى في بداية الأمر، نظرا لمرور اضطراب جوي هو سريع يتمثل في تساقط أمطار متفرقة، ولكن ابتداء من ليلة الاثنين للثلاثاء تتحول هذه الأمطار إلى راعدة وقد تكون أكثر اعتبارا خاصة بين الخط الرابط ما بين مستغانم وحتى تيزي وزو. هذه الوضعية الجوية أيضا راح تكون مرفوقة برياح نوعا ما قوية بحيث السرعة نتاعها قد تصل حتى ل 50 كيلومتر في الساعة على المناطق الغربية والوسطى، وراح تكون إن شاء الله من غربية إلى جنوبية غربية بإذن الله. أما المناطق الشرقية للوطن يوم الاثنين إن شاء الله راح تكون الأجواء فيها بصفة عامة قليلة السحب، ولكن ابتداء من الظهيرة راح تتحول الأجواء إلى ماطرة نوعا ما خاصة على منطقة الأوراس وكذلك المرتفعات الشرقية للوطن. فيما يخص الوضعية الجوية إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة ابتداء من ظهيرة يوم الثلاثاء تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تحسن في الطقس لتعود الأجواء إلى الاستقرار يومي الأربعاء والخميس، وهذا بإذن الله.